مساكم الدنيا بالخير وإن شاء الله تكونوا كويسين. في قصة جميلة ورائعة قرأتها قبل فترة، كان في رجل مشلول يعيش في قرية وصعب إنه يتنقل من مكان لمكان بسبب شلله، وبالصدفة وهو في الطريق إلى مكان آخر وبسوقه صديق له، وجد شخص قرب شجرة ضرير، فسأله أين ذاهب؟ فأجابه أنا ذاهب إلى هذا المكان. فقال له أنا ذاهب لنفس المكان، فارتاح أنه وجد رفيق له يقوده إلى جهته. فقال الأعرج للضرير إحنا اثنين ممكن نكمل بعض، إيش رأيك أنت تحملني على ظهرك وإنت بتشوف الطريق وبنمشي وبنوصل للمكان اللي بدنا إياه؟ فعجبوا الفكرة وقال فكرة جيدة. ففعلا من ذاك اليوم صاروا يذهبوا إلى جميع الأماكن مع بعض. وفي يوم وهم ماشيين رايحين على السوق ورأى الأعرج كيس، فقال للأعمى توقف، نزل عن ظهر صاحبه وفتح الكيس فوجده مليء بالذهب والمجوهرات. فسأل الأعمى إيش في داخل الكيس؟ فأجابه الأعرج بما ما موجود فيه. فقال له الأعمى أنا أحق بهذا الكنز، فلم تكن لتجده لو مشيت وحدك بذلك البطء لكان شخص آخر وجده. فقال له الأعرج لا أنا لحق فيه، لأنه أنا لو ما شفت هذا الكيس كان أنت أصلا ما توقفت لتفتحه. تشاجر الرجلان، فبالصدفة في رجل آخر سمع كلامهم ووقف عندهم، حكوا له القصة فقال لهم أنتوا كلاكما تستحقا، ممكن تتقاسموا لأنكم أنتوا جزء من هذا العمل وحصلتوا على الكيس مع بعض. لكنهم ما اقتنعوا بهذه الفكرة، وكل منهم عنده جريدي يعني عنده طمع بده يأخذ كل الكيس إلهم. بعد قليل جاء رجل آخر وسمعهم بتشاجروا فسألهم شو القصة، فقالوا له أنه هذا الكيس، فراح حمل الكيس وجرى فيه بعيدا وقال من يستطيع منكم الإمساك بي فهذا الكيس له. طبعا هرب الرجل بالذهب، وأيقن الرجلان عندها أن هناك أمور لا تستطيع الحصول عليها كفرد، ولكن يجب أن نستطيع أن نحصل عليها كتيم أو كفريق مع بعض، وعلينا أن نختار بين الجزء اللي هو الفائدة فيه أو اللا شيء. العمل في التيم يجب أن يكون للتيم كامل. العبرة هنا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا كي نكون يدا واحدة نعمل معا، فلا ينفرد أحدنا بشأنه، بل كل منا يخدم الآخر بطريقته، بطريقة المزارع يزرع ليأكل الصانع، والصانع يصنع ليشارك المهندس، والمهندس يبني ليجد مأوى ومسكن للمزارع والصانع. نحن ندفع المال لصاحب السكن الذي يشتري من البقال، والبقال يذهب للطبيب، وهذه هي عجلة الحياة، تعاون ومشاركة. جعل الله سبحانه وتعالى كل شخص في هذه الحياة سببا لشخص آخر ليعيش، فخلينا نعيش مع بعض بسلام وحب، وما أحلى التيم وورك.